البيانات الأخيرة اللي وصلتنا من المنطقة الصفر بأنترتيدا بتدل على انقلاب المركز المغناطيسي للأرض، يعني الأقطاب عم تتحرك باتجاه خط الاستواء. شو توقعات التحرك؟ محور الأرض نفسه معرض للخطر، عم يتبع نمط مو طبيعي. الأرض لسه عم تدور بس عم تتباطأ بسرعة مو طبيعية وغريبة كتير. وشو العواقب؟ عن جد ما بتعرف شو هي العواقب اللي رح تصير لانج؟ إذا سمحت اشرح لنا. الأرض رح تتوقف عن الدوران، يعني ما عاد رح تدور حوالين الشمس، والوضع اللي رحنا فيه هلأ رح يستمر للأبد. وهالحكي بيعني إنه نص العالم رح يضل عايش بالنهار للأبد، والنص الثاني رح يتجمد على الأكيد، لأنه رح يعيش بليل ما رح يخلص، بليل ما له نهاية. كل هالخطر اللي نحنا فيه لانج ما بيكفيك؟ يعني قصدك نحنا سببنا هالوضع؟ اي طبعا. شو مفكرين؟ انه رح نقدر نتحكم بهيك قوة هائلة بدون نتائج وعواقب؟ وهي النتائج رح نقدر نتراجع عنها ونوقفها؟ ما رح نقدر نتراجع عنها ابدا اذا ما كنا متأكدين تماما انه نحنا اللي سببناها بالاساس.